نعم، ظلت القدس وستظل دائما القدس في قلبي وفي وجدان أمتنا العربية وفي قلبي ووجدان الملك الحسن الثاني. نعم، سنظل نتطلع إلى القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة حتى يرتفع العلم الفلسطيني خفاقا عاليا فوق مآذن القدس وكنائسها بإذن الله. تحية إلى الوفد المغربي الشقيق، تحية إلى كل مغربي، تحية إلى المغرب التي وقفت وتقف دائما من خلال هذا الموقف الرائع والمشرف، والتي شاركتنا في بناء هذا المطار لبنة لبنة من البدايات الأولى في التصميم والتنفيذ. كانت دائما المغرب من خلال قائدها الملك المفدى ملك المغرب ومن خلال قائدنا المفدى الرئيس ياسر عرفات تجسد هذه العلاقة وهذا التلاحم بين شعبنا الفلسطيني والشعب المغربي الشقيق. نعم، تحية إلى هذا التلاحم بين العلم المغربي والعلم الفلسطيني على طائرة الخطوط الملكية المغربية. تحية إلى المغرب، تحية إلى الملك الحسن الثاني رئيس لجنة القدس. نعم، تحية ووفاء يا أبناء شعبنا الفلسطيني. آن اليوم ونحن على أرض مطار غزة أن نفتخر ونعتز بعطاءات شعبنا وقدراته على البناء وعلى التعمير. تحية إلى الخطوط الملكية المغربية، تحية إلى الملك الحسن الثاني، تحية إلى المغرب وإلى الشعب المغربي الشقيق يقف معنا في هذه الساعات التاريخية التي نحاول من خلالها أن نجسد الحلم حقيقة على أرض وطننا الفلسطيني العظيم. ويتقدم سيادة الرئيس ياسر عرفات لاستقبال الوفد المغربي الضيف العزيز والشقيق على أرض فلسطين. ويا قائد مسيرتنا المظفر، نقول لك أنت المحلق في القمم، أنت الرصاصة والقلم، أنت الهوية والشعار، وأنت ألوان العلم، أنت الفريد زمانه قد عز مثلك في الأمم، أنت السراج بليلنا، أنت المبدد للظلم، كم قلت كلا للركوع وللشموخ. نعم، تحية حب وتقدير نرسلها من مطار غزة الدولي إلى أهلنا في المغرب الشقيق. تحية حب وتقدير ووفاء إلى شعب المغرب وملك المغرب، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم ضيوفا أعزاء، بل أهلا أعزاء بين أهلكم وبين شعبكم وإخوتكم. تحية حب وتقدير، أهلا وسهلا بالمغرب الذي كانت معنا منذ البدايات الأولى، ومرحبا بالضيوف الأعزاء.